سميرة اللي كنقول أنها الضحية لواحد الضربات بالعدد ديالهم أربعة، واحدة كاينة في الرأس، واحدة في اليمين، والأخرى في اليسار وفي اليدين. كنظن بلي أخطرهم اللي تقطعوا العصبات اللي كاينين في الصبع الرابع والخامس اللي مابقاش كتحركهم. أما الضربة ديال اليمين تقبض حتى دخلات الغدة ديال البزاق، اليسار أقل ولكن حتى هي غارقة. المهم كان كل شيء تخيط من الداخل حتى البر. كنتمنوا أن ندوزو شي نهار بلا إجرام بلا تشرميل بلا هادشي بزاف. والله العظيم كنحب لكم الله إلى ما نرضاش نقول هاد العدد اللي بالعشرات عار حشومة في هاد البلاد يكون هادشي. هاد بلاد ديال المغرب، ديال الدين، ديال الإسلام، ديال الحضارة. ما عرفش هاد الناس واش هاد البلاد ما عندهم بها غرض، الأب ديالهم ما عندهم بها غرض، البشر ما عندهم بها غرض. شيء لا يقبل. أنا كنظن بلي الحل ديالو هو الشعب، ما بقاش قد قضى فيهم الله أعلم، ما بقى يقضي فيهم حتى شي حاجة. واش حنا يلاه ما فضينا مع يوسف، ما دازت 24 ساعة جات سميرة، من بعد كاينة واحدة أخرى. هذوك الناس كيتحداو الشعب ويتحداو كل شيء، هذا كيتحداو الوطن. هذا تحدي، هذا تحدي وطني، وهذا غير معقول غير مقبول. يخص يكون حد، والحد هو الشعب، هو العائلة اللي تهضر مع أولادها، تهضر. تحدي ديال الرياضيين اللي كانوا محوط حور روح الرياضية في الملاعب. أنا كنقولها وكنعاود، مثل الرجاء، مثل الوداد، مثل الكوكب، مثل ديال الملاعب كلها، كلهم أو الجيش الملكي أو هذا، كلهم تكون عندها واحد تدخل في المدرجات أنهم يوقفوا ويقولوا لا للتشرميل، لا 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 بزاف. واش على ما قلنا سهلات القضية يوسف البارح مع وحدة الليل وصلتني الخبر ديالها. هذه هذا شيء ما يمكنش يفرح له الواحد، هذا حزن أكثر من شيء آخر. التربة ديالي خارجة مع البارح مع 12 النهار نجيب لولدي ليكوش، كنلقى الطليق ديالي والجار ديالنا، حنا عندنا معاه نزاع، متعافقين بجوج بيهم. الجار ديالنا قال لي كيف درتي ليا فيديو، راه انا غندير لك فيديو. قلت لي انا فيديو درتو لك باش ناخذ حقي منك، طالع كتهجم علينا في دارنا، درت فيديو باش القانون ينصفني. هو يدور عند الراجل ديالي الطليق ديالي كيضحك هو وياه، قال لي واش انتي غادي دار لك فيديو. قال لي المهم انا غنمشي باش ما نبانش في الشاشه حيت عندي نزاع معاهم، وانت كمل المهمه. هذاك ديما راه موطور مشى، الاخر ضربني بكابال، شدني من راسي، لاحني في الطوموبيل الثاني البيت اللي كنا ساكنين فيه بحال اسره في السطح. تما فين طرات الواقعه في بقى هذا الشيء. هذا الدكتور التازي جاو عندي صحافه، كان ناشد الدكتور التازي وكان نطلب ان الدكتور التازي يشوف من حالي، وما خيبش الظن ديالي فيه. اتصل بيا، كان عنده مؤتمر في مراكش، وقال لي غدا ان شاء الله مع الوحده غادي نتصل بيك وغنقول لك معاش غادي تجي عندي بالضبط. وداك الشيء اللي طرا، قال لي انا غنتكفل بيك من الاول حتى الاخر، عندك من الشخافي. وعطاني بدا الدعم المعنوي هو الاول، كنشكرو بزاف. كانت فيا الخلعه وكيقولوا لي الضرابي في وجهك كبار، ما قدرتش انا نشوفهم. تيقولوا لي السنان ديالك باينين، والعصبه ديالي مشات ليا ديال اليد ديالي، ثلاثه الصباح مشاو. والصباح عيط لي مع الوحده، قال لي الثلاثه تكوني عندي. وفعلا جيت ولقيت عنده لا كابين عامره، وصبقني انا الاولى، دخل وشافني وتيضحك وكيقول لي ما تخافيش، واستقبلني استقبال زوين، وكنشكرو كنشكرو كنشكرو اللي يخطيه. هاد الظاهره راه عيب، راه حرام، راه حشومه هادشي اللي كيديروا فيه، راه حشومه هادشي اللي كيديروا فيه. وكيتخباو كيتخباو من ورا الكذوب. لا لقيتها غادراني، لا لقيتها، لقيتيني غادراك جبد ليا بروف، سير ديكلاري بيا، خلي القانون ياخذ مجراه. راك ماشي انت قانون، راك ماشي انت بوليسي ولا مالك ولا، راه بحالي بحالك باش تنوض تخسرني ودير لي هاد العيب في وجهي، وعندي معاك وليد وما راعيتيش، عندي معاك ولد وما راعيتيش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.